فرقتنا اسمها فولكلوريتا. الفكرة جت من أنا وأصحابي، أنا بحب الطبلة وبحب التراث والفولكلور، فجت الفكرة إن أنا قلت لهم يلا بينا نعمل ده ونقدمه للناس يعني، ونحاول نقدم حاجة كويسة. إحنا بنقدم فولكلور وتراث، والفولكلور والتراث المصري غني قوي يعني، فقررنا إن إحنا نشتغل على الحاجات بس بشكل مختلف وبأوتبوت مختلف. الناس بتلعب بالآلات الشعبية بس إحنا بنحاول نعمل دمج بين الآلات الغربي والآلات الشعبي زي الدرامز والكيبورد والبيز، ده بالنسبة للغربي، مع الكولة والمزمار والربابة. إحنا بنقدم من كل حاجة، ومؤخرا بنحاول نعمل فولكلور بتاعنا إحنا يعني، بنعمل أوريجينالز. عملنا تراك أوريجينال الكلام بتاعه اللي كتبه يعني واخده من التراث. احنا كنا بنسافر كتير وبنقعد مع بعض بنلعب مزيكا، انا واحمد وخديجة وطايق، فجت لنا الفكرة ان احنا نعمل بند ويعني نضم ليه ناس تانية. ابتدينا من سنة تقريبا، ابتدينا بروفات، كنا احنا في الاول احنا الاربعة، وبعدين جي معنا استاذ رأفت كولا ومحمد فرحات على الدرامز، وبعدين انضموا لينا البنات. احنا اصلا كنا مهتمين باغاني الفولكلور والتراث، وكنا بنغنيه لما كنا بنسافر يعني، كنا بنطلع مثلا معانا 3 4 دفوف طبلتين نقعد نغني الاغاني اللي احنا بنعملها في الفرقه دي، فما تعبناش يعني ان احنا نقرر، هو ده كان الهدف. هو الفولكلور عامه بيعبر عن القعده يعني، هو كان بيطلع من قعدات، فاحنا كنا بنعمل حاجه زي سيميوليشن للقعده بتاعه الفولكلور بتاعه زمان بس مع بعض، فده طلع مننا فحبينا نعمله. الحقيقة لحد دلوقتي رد الفعل كويس جدا يعني، بيبقى في حاجات حتى احنا بنبقى متخوفين شوية منها بنلاقي رد الفعل عالي يعني، الرد الفعل بيكون كويس يعني. يا مدجت دجت يا مدجت عالراس عالراس تبول، خلي اللي يقول يا باي خلي اللي يقول يقول، خلي ليجو ليجو يا باي. هو تقريبا كل الاغاني علمت مع الناس. الاغاني اللي بنقدمها في الكلور اكتر الاغاني المسموعه للناس اللي الناس بتحبها، زي الاقصر بلدنا مثلا، زي ابو اللبايش، زي مدجت، مربعات. احنا بنختار الاغاني، بنقعد مع بعض بنقترح، كل حد عنده اغنيه معينه حابب نعملها او شايف ان احنا نقدر نعملها بيقترح، وبنجرب. لو تمام مشيت معانا بنقولها، لكن لو مش شكلنا مش شبهنا الستايل بتاعنا ما بتتقالش. انا بحب الفولكلور الشعبي، فحبيت الفرقه طبعا، والبنات واستاذ احمد ماسك الفرقه، فكلهم متعاونين. المزيج بتاع الموسيقيين مع الغنى حاجه حلوه، بتعلمك وبتدربك، بتفرق في مع الشخص ان هو لو حد بيبتدي لسه يتعلم، لما بيسمع مزيج من الموسيقى ده بيخزن في دماغه حاجات كتير بتخليه يقدر يطلع أحسن ويتعلم. غير أن أنا بحب الأغاني والفولكلور ده يعني ثقافتنا، ثقافة مصر.